شنو كيف الشيء؟ أنا مريكا أنا جوا ما تخوف أحوه بعنا ملا خوف كأو بعنا ولا تنو عن كين معنا فخر النمذا إيجاد النمذا ما لك أنا بودك مريكا أنا سويت استعيا طورة وطورة فهم يا زار عجلت درجة إيش در هاي لا وص درجة إيش أنا عجلت درجة إيش در كله ده نعاني نعاني يا كرمال لا تن أفرصة علينا نحتاج نأكل أو اللي لي عندنا ممريكا بجوك تمس نيروبيا جوك تقوم أرينا ولا لهم حيت هاي وأنا قبل أنا لقي خمسة ناي بالله كل شيء وص يا مسير مسيرك مسير سنتع عمل قتيريس كلا بعد تنجرك عد حنيها بقول لك أنت هاي وأبلا إن كاف الجيب وحنا كتوسا يقور هذا الكلام قد يجمل الله وحنا كتوسا جبرا إنه سكور كبديو ولا سكور عن ولا تيك توك لقوا أركين أدينا تأخذ أنت سكور تدوهم بليس أنا أبدش يوم كوكو خصبة يعني يقور تاس ما نور بالله في صوف رتا وحارب تاس كده هذا والغالة عند ريا واحد مودا لقى عشانه هذا الكلام جبرا هدوكا أمس إنه كل صاحب مدمود مدمودا ملينك أندري يا حنوين كوهس إلا ذكر شوس ملينك أندري يا حنوين كوهس بوك بيكو نغط بوك إيه أيه ترى هذا مرهك إني ماذا ما أنت ملينا شيء ده تركي عند لدول تاعينا حنيا إيه ما نور بعد واحد أروسته شن بقوله كم كويس لح بقول تدوب بقول أفر بقول هل مالين هذا هو 5 مليون درهم تلو ماركين هل مالين أديكوا 5 مليون درهم لو ماركين السلام الله سود هذا حرجينا يا إن عفوات قبتو ولي وديكوا عفوات قوم مالك نو لايك ريسيد سبسكرايب نو سارتيد نو سو بيرتيد هدي أنا بسوب تاني هدي أخرج وقتنا حاجة ما سنتي محاربة المقال كان رضاعة كور كيسيد هنا وحير يعني بحاول سلدو يستغنو أنا جو كجح الله يو مقال كان هذا عدو جديد أولي ونين كاني عندنا الموديل ودقال كوريجيو إنتو ولد دقال أيه ماشوا كده دقال أيه أنا هذا ما بق يعني أغين أنت كله رئيسي إلا أي أفكيسة مركان كم قلي إنه شخص جونيه إنه هلك أنت أوصف ديستي أولي وعراتني عايك على دولة عايو يسوع أولي وأوقفه والد كيسة يعرض كيسة أنت بق وحرب هرتو سكود هان جنرال هان إن أنا أوجه حلو بل هرتو تيك توك استعمال شو تيك توك هرتو يعني مال ما هندم به وحون نقضي دمر كي رجي إلا كلا ساروي بس كده حمل مي لو هذا نقضي داد مر ولي به هنجبات يعني هود اسكو مارينا داد مر ولي به وطبع بوشستي إن إس عيان مر ولي به هذا اسكو سوف إيسنايو هود اسكو مارينا يوم وقالو كترجمة دمر كوحان كبرني anyway هرتو حالنا هاي رجي سوماليات تيك توك يمر كوصوب حي كده رجي سوماليات ما قدي رجع نمضي سوماليات وعي لوميين هاي وضع نقدين سوفتوير أو دمر نما عيا كده بحدا يعني وحوي كده حقوه هاي عنان وعو هرتو دجال كل جرا ولا دجال يا سو جديد بو نين كاني لقوم قاعد وخالد مولا ونين جيفت راه سيدا داني تيك توك عن كاركي أو ولي بو وحد كذا برتين انتي عيسى عطي عرنتي عمر بربر ويلكي وحوي هبين كده ويتو يركا محمد عبد القادر لو هو ولي وقدوميها جاليده لو شيغاي نينكي لا دغالاي او هبينكي لايف كاست سو فورين كدبنا اندا وخي كوري لكن سي انن لو غران اوغين ان جيفتر او ياي وا حقا كسيجيرو لكن كدب اي دحداي ان اسغا ددك قار اي برتين ان خالد مولا قال شيغاي وا كوما كليا يعني ليفل كا او ماركاسي اي كغا برتين هو ها ان نينكاني جيفتر او كري او ياي hadda marka wuxuu ku soo biiray hadda saaxadda ihiid in waxa weey ragga Soomaaliyeed hal isku qabsadaan dagaal ilaaqaad yaani laga abuuro TikTok ah xamaasad oo waliba attention rallies wax loo yaqaan inuu isagana hadda ku soo biiray ninkan jabra ayuu macnaa waxa weey araatani ay kala dulacay isagoo waliba u tabaraacayo jabra maalmahan dambo ay ishaayeen dhalinyar oo waliba reer Nairobi iyo hadii ay noqoto daniyar fara badan oo social media ay in badan iska qabteen inta wixii ka dambeeyay wiilkan anan waxaan arkay inuu ka xanaaqay jabra geema oo gisna sabmaleenayo oo waliba uu sheegay inuu bisha September oo bisha 9 hadda ku jirna inuu ay wada daily rabaan isaga iyo liicaate iyagoo waliba qaab qabiil ahaan hadda u dheelayo hadaw markuu xaraba inaan wax ka dhowrto geemamka la dheelay TikTok
dadka TikTok ku jiro oo aan garan ognahay waxay maanta gooyaan iyo waxay galaan iyo waxay gudaan aan ognahay ayaa raba horta inaan wax yar yaani waxa weey horta idin fahansiyo dadka giftirada bixinaayo kuwiina qaar maanta yaani waxa weey aan ku baraarugsaneen waxaad bixineysaan ma yihiin wax nacfi adiga ku leh noloshaada iyo aakhiradaada ku muhiimsan horta ma yihiin horta waa mid aad mid isweydiinta mudan oo qof walba maanta isweydiinaya horta TikTok badana waxa jirto yani dhowr qaab oo waxa jira game loo kala dheero waxa jirto qaab lagu magacaabo dadka qaar in tu soo fadhiisto ii cimaamad wax la dhahayo oo ah waan tuugsanayay wax isii oo yani la farsameeyey oo nolol reexa mareeyey inay tahay mideeda kale waxaad arkaysaa in la leeyahay game baa lasoo dhejistay waxaa loo dheelayaa hadda tusaale ahaan wiilkan jabra iyo hadda liicaad waxay ku leelayaan habar gidir iyo yani waxa weeye ma jeerteen ahaan inay ku kala dheelayaan anyway marka maxay ku tusinaysaa marka dadka yani qabiilka ahaan intuu usoo istaagay ku dheelaayo haddana yani waxa weeye mudnaanta sida goonida ah la siinayo aad u jeedidbu waxay horta ka turjumaysaa waxayd wax kale ma ahan in yani iyada laftakeeda ay tahay tuugsi dadban oo qofka qofka kale la leeyahay yani waxa weeye ha loo cimaamado oo yani ha la siiyo dadkani waxay u baahan yihiin oo ah in maanta game qofka uu soo rejistay garab istaag wuxuu ka rabaa qabiilka isagu ka socdo qofkaana garab istaag wuxuu ka rabaa qabiilka isagu ka socdo marka waxay ku tusinaysaa in dadkii soomaaliyeed ay noqdeen dad ideology qaldan mar walba ku dhegan haddaba marka liicaati ninkan jabra oo isbalansaday darteed ayaa macnaha waxa weeye uu ka dhashay dagaalka aragtay weliba loo tubaraacayo qofba qofka kale uu leeyahay aniga ayaa u jooga hebel adigana haddaad macnaha nin in adeerka ah weliba aad iskugu dhowdiin aad maanta ula dagaalaysid dhalinyar ays qabteen darteed aniga waxaan doonayaa inaan si walbo oon garab isaga u garab istaagi karo oo sida cadnaan model uu leeyahay ayaan macnaha doonaya inaan u garab istaago haddaba marka cadnaan muu ku qaldan yahay in yacni waxa weeye inuu intuu meel soo fadhiisto uu caraatamo uu caayo mise muu ku saxan yahay horta anigaa si u fiiriyey horta caraatanka iyo cayda waa sida dhalinyarada caadiyanta aan uga barnay laakiinse inintii qof weyn oo yacni maanta inintuu meel noo soo fadhiisto uu faan nooga baxo ah aniga maraykankan joogaa maraykanka haddaan joogana macnaheedu waxay tahay inaan faqriga aan furka faqriga inaan mar hore tuuray waan raaxaysanayaa waxyaala noocaas oo kale ah waxay ku tusinaysaa marka cadnaan inuu yacni waxa weeye kii faan ahaa uu noo dhammaynaayo marna uu isaga noo faanaayo sheekadii ahayd horumarkaygaa laga xun yahay ayaa macnaha waxa weeye isaguu noogu bedelay inuu na leeyahay aniga furkii faqriga mar horaan tuuray maraykankan joogaa waxaan maanta awoodaa sidaan doono inaan yacni u qadeeyo sidaan doono u quraacdo wax dharkaan doono nooc ugu dambeeya aan xirto sidaan doonona maanta aan u noolaado waxay ku tusinaysaa marka in yacni yara jaahilnimo inay meeshaasi ku jirto ani hadalkiisa markaan fiiriyo qaada dhigay waxaa keliya u isoo baxaa waxay tahay in ninkan yacni waxa weye xogoo jaahilnimo oo yacni maskaxiyan ahaan uu baahan yahay in la dhaho bal warya ninkan waa nin dhalinyar ah bal yani hadalladu ku hadlaya xitaa mararka qaar inuu aad uga fiirsado inay wanaagsanay calaa kulli xaal horta dhalinyarta way isqabtaan oo waa la caraatamaa waa liscayaa waa lis yani waxa weeye waxaa laiskaala dhacaa yani meel aan xitaa mararka qaar aysan mudneen in laiskaala dhaco laakiinse ma mudan tahay in mudnaan maanta la siiyo dad TikTok soo fadhiistay oo weliba haddana qabiil ku dheelaayo haddana in lasii kala xigsado haddana horta ma mudan tahay waa maya sababtu ma taqaanaa sababtu waxay tahay qofkan marka hore afkaarta iyo mabdaa uu ku socdo ayaaba ah mid qaldan sababtoo ah mabdaa maanta inaan aniga intaan kuusoo fadhiista aan ku dhaho waxaan ku dheelayaa qabiil hebel ayaan doonaya inaan ku dheelee adiga idaawanayo inaad ii cimaamadaan kaa rabaa oo weliba geemkaas saan ku badin lahaa falkeeda la galo waxaan arkaynay geemam fara badan oo la dheelay geemka hadda macnaha lasoo dhejiyay ma ahane geemam kalaa jiray oo hore loo dheelay ayaga uguma horeyn kuwa hadda maanta waxay iclaamisanayo horaan waxyaala badan intii loo iclaamiyey weliba la dheelay la gaaray heer xitaa in yacni waxa weeye waalidiin iyo culummadii iyo dadka qaar xitaa lagu aflagaadeeyey hoyooyinka soomaaliyeed mar walbana kuwa dulman ay ku yihiin laba dhalinyar markay isqabato sababtoo ah ereyga ugu soo horeeya qofka afkiisa soo baxa waa maxay yani hooyadaa walba wax saas yeel hooyada ayaa saan ah in macnaha laga dhigtay wax yacni qofka uu ku ciil baxo inay tahay caayada ugu dambeysay uu qofka ku ciil baxay inay tahay alaa kulli xaal horta waxaan dhihi lahaa geemama horey loo dheelo way jirtaa oo weliba
لعاجف ربنا يعني لو قساري لكن سأني سؤالها سويديا وحيتاي ورقف ما أنت تونكي سكسو شقي مثل مسكحدي سكسو بديدي أوليه ما أنت شقى يعني مت أغير والله شقيه يعني شقى أغير وما أنت هدينا وده حلصة أيام معناه وحات شقين الساعة شقه حشقى لا قوي سنة وشقى جعنت مثل قبر كمية دور هن قطه عتوق بسنيز مستونك أو كحماله مثل مسكحدي يعني وحوي ماله هدينا وده وحيتا حلك الساعة وحيك على قيمة بنتهاي لبعطين يسدح الساعة أكله أو يعني وحوي لبعطين عفرت عشقونكم الساعة ده markii maalin gaabeen isku daro yani labaatani saddex saac oo kala soo haatan halka saac shaqeynaysa markii laga jaro waxay ku tusinaysaa ay yani kala qiimo badan tahay halka saac oo shaqeynayso nafsadaada ayaad u xasiinaysaa space ah aad leedahay aniga waan shaqeysanaya waxaan ahay qof dhaqdhaqaaq at least sameeyay laakiin haddii lacagahaas aad shaqeynayso ma awoodid inaad meel yani qaab daran ku bixiso ma yani kama dhaadheeyso in maadi da meel soo fuliisto lacagii aad intaas u soo daaleysay إنا يعني وحوي سق قادر عضو بحسه ووح إنما عن سليكرو يعني قفوا بمصر ما يكرو على كل حال برضو حدي لها وركي وكوبن وعن يعني سو كوي وردت كصوماليات وحين نقدين ضد يعني الدنيا لماذا يو هدي سكر عنو ده هنا أي ما المهن دم بكسي بدن يسو دقا كأه إن قف يعني نرجع نرجع اللي تبين أسوف ديستو عاي عراتا وقلت الله عاي هو يدي أنا والد كيس عرض كيس وح نبو ووقفه هذانا كيف كاس وحقوسي دير إن يعني يحاول أيكو تصينسو إن تليرتيو نبو أيكو ده سميهين يعني يحاول فكر كأه أما مبدأه إن ما أنت لس عايو لس كدارتو والركي واكي يعني يحاول تسكو ماله حدا يزدريران يعني اللي هشي سيو وكلا تجي جري حدا يزدريران عسكرتنا إنت إما لسكو يعني يحاول يسكو بالانصدان يعني ازدريران السنة دي قفكي وأز جارسيان هذا نكرة تكان يعني لكن إنت ما نسوف ديستو ما أنتون لس عايو وروح عايز شيء كذا صدمر كي هذا وحين الله يهاي وحيله قيالي ياه إذا كمان تو على عجها الله أكبر بسرعه وكو أديك دورة أتكوجرتو حقولي لا قيالي إلا إس إنت أصلا هيا الجع شيء أنا بركوسين ولا تقول كذا ولا رايح نقول ولا نقول لايك ريس سبسكرايب نصار نقول صبيرة دينا شو تاي هذه يوم جوته أتبدو ما سنتي.